تعلم الحب وافعل ما تشاء، إذا أحببت فافعل ما تشاء، وإذا سكت فسوف تسكت مع الحب، وإذا صرخت فاصرخ بالحب، وإذا صححت فصحح بالحب، وإذا سامحت فسامح بحب، وإذا كان لديك حب متجدر فلن يكون سوى الحب في البداية. في البداية يجب أن تحب نفسك حتى تتمكن من حب الآخرين، فلا أحد يعطي ما ليس لديه، وبالتالي فمن المهم جدا أن نحب أنفسنا لنحبها إلى تمام. وأحد الطرق لتحقيق ذلك هي التئام الجروح التي تتركها الحياة. تعلم دائما وباستمرار أن تتسامح، تسامح مع نفسك كثيرا ومع الآخرين، لأنه من الطبيعي نرتكب الأخطاء ويجب أن نتعلم منها. ومن المهم جدا أن ننفذ ما نؤمن به بحب وبدافع الحب، لأننا سنحرص على عدم إلحاق الأذى بالآخرين من خلال أفعالنا. فنقاء النية مهم جدا، يجب أن نحب أطفالنا وبالتالي نفعل ما يجب أن نفعله، رغم أن هذا في بعض الأحيان ينطوي على تصحيح أو منع. الحب هو ذاك المكان الذي يأتي فيه اختبار عباد الشمس، ويتعين علينا أن نبين أننا نحب من هم بجوارنا حتى يفهموا أن كل ما نقوم به هو من أجل الحب وليس من أجل الشجاعة. الكثيرون لم تعجبهم أفعالنا، ولكن لنجعل الحب محركا لأفعالنا، وتأكد أنه سيكون كل شيء أفضل لنا وللآخرين، فلا تندم على الحب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.